حديثنا سيكون حول أهمية أن نجعل الطفل يعبر عن مشاعره، ففي ظل كثير من المدخلات في حياتنا وحالة اللهو والانشغال، قد يقع بعض الأهالي في خطأ عدم الاستماع الكافي لأطفالهم وعدم تربيتهم على مبدأ الحديث اليومي والتعبير عن المشاعر ببساطة. حول سبل تعزيز النقاش مع الأبناء وتعليمهم التعبير عن مشاعرهم تحدثنا نورة نحاس الاستشارية التربوية. أهلا وسهلا فيك أستاذ نورة. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم يا رب. يعني بداية حدثينا حول أهمية أن نجعل الطفل يعبر عن مشاعره ببساطة. يعني خلينا باختصار أول شيء صبح على جميع المشاهدين، قول أنه كلياتنا مجموعة من المشاعر. المشاعر هي عبارة عن مشاعر الحب، مشاعر القرف، مشاعر الاستفزاز أحيانا، مشاعر الغضب، مشاعر الحزن، السعادة إلى آخره. المشكلة لما الطفل بيربى بأسرة لا تستطيع أن تمنحه الفرصة عن التعبير عن مشاعره، فيخرج لدينا أطفال إلى المجتمع بتتلخبط عنده المشاعر. يعني مثلا لما يبكي الولد بتقول له أمه لا تبكي، اسكت، لأنه أنت ولد، أنت صبي. فبيكبر ما بيعرف كيف يعبر عن غضبه، فبيعبر طريقة العدوان، بيعبر طريقة الضرب، بطريقة الاعتداء على الآخرين، لأنه فقط لم يعبر عن مشاعره. ويرى أيضا بالأسرة الأم والأب لا يستطيعون التعبير عن مشاعره. يعني مثلا الأم تغضب فتنتظر الأب لحتى يروح، لحتى تعبر عن مشاعره عن طريق تليفون، عن طريق غيبة، عن طريق إلى آخر. أو الأب مثلا بينتظر الأم تطلع من الغرفة لحتى يحكي عنها. فلماذا لا نواجه بعضنا البعض كأسر وكنماذج وقدوات أمام الأبناء؟ ضرر هذا كبير جدا، لأنه الأولاد إن لم يتعلموا في صغرهم التعبير عن مشاعرهم سيخرجون إلى المجتمع بتلخبط عندهم الجدول تبع المشاعر. فبيغضب وقت اللي لازم يحزن، وبيحزن وقت اللي بده يصدق يكون سعيد. كثير أشخاص بعض الاستبيانات ظهرت لديهم بيقول لك انه انا شو مشاعرك؟ بقول له انا الان ما اعرف شو مشاعري. يعني هو ما يعرف نفسه اصلا، هو شاب او رجل او فتاه. ليه؟ لانه ما تربى على طريقه التعبير عن مشاعره. التعبير عن المشاعر عزيزتي هام للغايه، لانه الانسان اذا كبت المشاعر بالداخل ممكن أن تنتج عنه عدة أمراض يقال عنها نفس جسمية أو جسدية. المشكلة أنه بتحصل أغلب الأمراض لما بيكون عنا نقص مناعة، فيشعر الإنسان بالعجز عن إفصاح عما في داخله، أنه أنا غضبان بس مانعني الكل أنه أكون غضبان، كيف أتصرف غضبي؟ بيعمل أشياء تانية وبيخرج من هناك المجرمين إلى آخره. أيضا مشاعر السعادة، يعني لما الولد يكون فرحان وعم زقزق ومشرق هيك، وتلاقي الأم إجت ما بده كل هذا، بالنسبة إليك ما بده كل هذا، أما بالنسبة للطفل اجعليه يفرح كما يريد. الصبية لما تكون تحتاج إلى عواطف عليها أن تجد منافذ للتعبير عن عواطفها بشكل سليم وصحيح ومدقق ضمن قواعد وشروط الشرعية والاجتماعية. يعني مسألة أيضا السماح للطفل أن يتحدث بالأمور الخاصة مع الأهل لأي درجة مهمة، وهي تدخل ضمن مسألة التعبير عن المشاعر؟ يعني الشعور لدى الإنسان شعور الفضول وحب المعرفة من هو صغير. كلياتنا لما كنا صغار نشوف مشهد أو نشوف شغلة يجينا هاجس إنه ما هذا، لماذا يعني؟ وكثير من الأهالي يسدون الأبواب أمام الأولاد. فهذا الموضوع سواء الموضوع الجنسي أو موضوع الجنس الآخر إلى آخره ممنوع منعا باتا الحديث به. فيلتفت الأولاد بدافع الفضول إلى البحث عن أبواب المعرفة ولو كانت غير مشروعة. عشان مثلا أول مصدر للمعرفة عند الأولاد مين؟ الأصدقاء. الآن صار في عنا مصدر ثاني خطير للغاية واللي هو غول الإنترنت. فالبحث عن أي معلومة بثانية ممكن أن يجد ملفات لا نهاية لها، ويجد الغث والسمين مع بعض ويدسون السم بالدسم، ابتداء من المثلية إلى غيرها من الترويجات الفاسدة. فإذا لما بنسمح بنفتح أبواب النقاش وأبواب أنه أنا متقبلتك ومتقبلة مشاعرك، غضبان قول أنا غضبان، يعني أنا أتفهم أنك غضبان يا ماما، فعبر عن غضبك بطريقة غير هذه. فممكن أنه يعبر عن غضبه بطريقة مثلا، أعرف أمهات بياخذوا الطفل على غرفة تانية، عمل بوكس للمخدة مثلا، قطع ورق، خذ المخدة وصرخ فيها، مثلا نط، يعني عندها ترامبولين أو عندها مخدة وفرشة بالبيت نط عليها. البنت لما تكون معصبة كتير أحيانا، أنا أجتني حالات فعلا كجلسات استشارية، البنات وصلوا لدرجة صاروا يقطعوا شعرهم، صاروا يدقوا بالحيطان، لأنه ما في حدا بيسمع، ما في حدا بيقدر المشاعر الداخلية، سواء كان حرمان، سواء كان شعور الاستفزاز والتقزز من أشياء حوله. فدائما الأولاد يبحثون عن من يسمعهم، ومن هنا تأتي الخطورة، لأنه أبواب السماع برا كتير كبيرة. فإن لم نتقبل
نتقبل نحن ونفهم نحن أبنائنا فسيلتفتون إلى أبواب أخرى ويعبرون عن مشاعرهم بطريقة خاطئة. نعم. والمستمعين اللي برا اللي حيستمعوا لهذه المشاعر ممكن يستغلوا طفولتهم وبراءتهم ويدخلوا إليهم من باب أنه نحن منحبكم ونحن منستمع لكم ومنتقبلكم. نعم. وهذا منتهى الخطورة. طيب ذكرتي بعض الآثار السلبية لمسألة كتم المشاعر أو عدم السماح للطفل بالتعبير عن مشاعره، أريد أن تحدثينا عن حالات مثلا مرت عليك متعلقة بهذا المضمار وشاهدتي بالفعل يعني من خلال هذه الحالات الأثر السلبي لعدم السماح يعني لها وهي في سن الطفولة أن تعبر عن مشاعرها. أكبر مشكلة مرت علي خلال جلسات اليومية صبية كان يوم عرسها وحصل نوع من الهلع والخوف الكبير جدا، ويمكن بعض الدراما عملت الموضوع على شكل كوميديا. نعم. انه زوجها طبعا بهذا الزمان بتقول لك وحده انا ما بصدق انه ممكن وحده تخاف من ليله الدخله او تخاف من شريك حياتها. لا ممكن يصير لانه التخيلات اللي بباله اللي هي عباره عن اغاني الحب وطلعوا على البحر سوا وشافوا الغروب والى اخره غير تماما ما يحصل في داخل الغرفه، فياتيها نوع من الهلع الفظيع بتلك الليله واستنجاد بالاهل. ليه؟ لأنه هي تعتبر أنه هذا الموضوع محرم الكلام فيه قطعا. نعم. يعني الكلام فيه، فكيف أنه يتجرأ يعني قبل الخطبة لم تحدث أمور تتقرب إليها. فقضية عدم البوح وعدم التعبير عما في الداخل أو حتى يعني الجرأة على السؤال، يعني نحن نحتاج من أطفالنا أن يكون بيننا وبينهم نوع من الشفافية بحيث شو بيخطر على بالك سألني ماما، اسأليني ماما، أنا اسأليني رح جاوبك أو أدلك على منابع المعرفة مع بعض نستدل عليها. ففعلا من خلال الحالات تأتينا نوع من حتى الرجال، والله حتى نعم. الرجال بعض الرجال يأتيهم نوع من الرهبة بالدخول بعلاقة، إنه مثلا أنا كيف بدي أفاتحة، كيف بدي أقلها حتى لو زميلته بالعمل حتى لو كان بيعرفها، لكن لما بينتقل للموضوع إنه حتصير شريكة حياتي أو بدي أعبر عن عواطفي تقف أمامه حائل وجبال من الموانع اللي كان هو طفل صغير اللي ما بتحكي مع بنات، ما بتقرب من البنات إلى آخره، فمنوع من الحد اللا معقول والغير منطقي والغير شرعي. طبعا في عنا في الشرع أبواب كثيرة للتعامل ما بين الجنسين. أكيد. بطرق مدروسة ومقننة، لكن هذا الحرمان البات يؤدي إلى الكثير من المآسي. نعم. طيب دعينا نتحدث الآن عن طرق عملية نسمح من خلالها للأطفال أو نعودهم في التعبير على مشاعرهم. راح أحكي لك موقف من المواقف. نعم. لما بيدخل الطفل، الآن نحن على أبواب أول سنة دراسية، بيدخل الطفل من باب البيت والأم بتكون واحدة من اثنين، يا أما واقفة بالمطبخ عم تطبخ وتظبط الفطور أو الغداء، يا أما ماسكة التليفون، يا أما الحالة اللي بدنا إياها المثالية أن تكون ناطرة الولد أو البنت أو الشاب على الباب وعم تلوح له. وأنا يعني أصر وألح على هذا الموضوع، لما يشوف الولد أنه الماما أو البابا مستنين وعم لوحوا له من بعيد سواء كان صغير أو كبير، صدقيني حتى لو كان بالجامعة موعد قدومه، إمتى حتوصل ماما؟ أنا حلوح لك من برا ومنتظرتك، وتفتح الباب وتلاقي له، حيكون عنده كم كبير من الكلام والمشاعر والمواقف اللي حصلت معه، حيلاقي من يستمعه سواء كان بنت ولا شاب. أما لما يكون الآخر مشغول سواء كان أب أو أم أو عمي أو أي إنسان موجود بالعائلة، فحيلاقي الولد نفسه أنه دخل وطلع من البيت لا معنى لوجوده، فحيكبت بداخله كثير من المشاعر. كل موقف من المواقف المدرسية أو الجامعية بتصير مع الإنسان لها أثر ولها دوافع ولها محفزات. نعم. ولها سلوكيات فيما بعد ستؤثر في شخصية هذا الإنسان، فإن لم يجد من يستمع إليه من الباب من وقت ما يدخل فسيبدأ بعملية الكبت ويلتفت إلى الأجهزة اللوحية ويبث. نعم. مشاعره عبر الأثير وسيجد من يلتقط تلك المشاعر. فإذا أول توصية أن نكون مستقبلين جيدين لأولئك الأولاد سواء كانوا صغارا أم كبارا. ثانيا، لما يعبر الشاب أو الفتاة سنجد بأثناء حديثه بعض الأشياء التي لا نحبها أو نستهجنها، فحبذا لو يعني نوطي سقف التوقعات شوي وما نتفاجأ، أنت ابني بتقول هيك، أنت بنتي معقولي ربيت، طولي بالك ليخلص الحديث وتعرفي ما بداخل هذا الصندوق حتى تستطيع إرسال الرسالة التي تريدينها، فإن منعتي أول الحديث من الاستمرار فقد أغلقت الباب. ثالثا، التقبل، يعني بعد ما يكون الولد تكلم بما يريد أو البنت، لا أجعل هذا الأمر مثار للسخرية في كل وقت. يعني مثلا بتذكر يوم اللي قلت لي بعرفك شو بتعمل،
هذه الأحاديث بين الحين والآخر تنبئ الولد أنه إياك تعيدها مرة تانية، لأنه الماما فضيحة حتقلك بكل وقت قدام الناس وبينك وبينها حتعيرك بها. فالتقبل أنا أحبك أحبك كما أنت، بمشاعرك الغاضبة، مشاعرك المستفزة، مشاعرك المحبة، السعيد، الحزين، أتقبلك لأنك ولدي، لأنك بنتي. فبعدما نتقبل المشاعر نبلش بعملية التعيير والتوازن في التعبير، بحيث أنه أنا أعبر عن غضبي لكن بطريقة صح، وأعبر عن حزني لكن بطريقة صح. ما هي الأساليب التي أعبر عنها؟ مثل ما قلنا قبل شوي بالنسبة للشباب والصبايا، ممكن يعبروا بكتابة، ممكن يعبروا بتسجيلات صوتية. كثير ناس نصحتهم بهذا الشيء ووجدوا فعلا آثار إيجابية. جميل. إنه أنا موجود في عندي، شو بدي أعمل فيه؟ ما في حدا يسمعني. كثير بيقول لك ما عندي أخ ولا أخت ولا صديقة تسمعني. عبري بتسجيلات صوتية وقطعي الورق بعد ما تكتبيه. بتتذكري قصة المزمار اللي نفخ بالمزمار وتكلم القصة؟ هذه أداة للتعبير، يعني شيء مضحك وكوميدي، لكنه الإنسان عليه أن لا يبقي مشاعره في داخله. نعم، بس قبل هاي المرحلة خلينا نرجع شوي لمرحلة الطفولة. ذكرتي نقطة مهمة جدا، لنتحدث مثلا عن مشاعر الغضب. نجعل الطفل في حال إذا غضب أن يعبر في البداية عن مشاعر الغضب، ما نكتمها بالضبط. وفيما بعد نبدأ بالتوجيه. بالنسبة لتوجيه الطفل، طريقة توجيه الطفل للتعبير مثلا عن مشاعر الغضب بالطريقة الصحيحة كيف بتكون؟ يعني أجد مثال واقعي جدا. الأب بالسيارة يقود سيارته، والأب عصب لأنه حدا مر قدامه أو عكس عليه، فالأب يغضب غضب جدا. الآن شو عمل؟ مباشرة بدأ بالشتيمة. أنا وجدت هذا المثال أمامي، فالولد اللي عمره 5 سنين أو 6 سنين مباشرة لقط كل الشتائم اللي قال البابا وصار يكررها أثناء الرحلة بالسيارة. نعم. لما رجعوا على البيت الولد مستمر بالكلام، فهي عيب ما بيصير. بكل بساطة لما أنا حضرت المشهد قلت له أنه الأب مباشرة قال هالكلمة لقط الولد. فتعبير الأب عن غضبه علم الولد كيف يعبر بهي الطريقة. فأما التوجيه فيكون أنه أنا مثلا غلطت ومالي متعود طول حياتي أنه أعبر بطريقة صح، فلما أعبر بطريقة غلط أرجع قدام الولد وأقول أنا غلطت، شو عملت؟ هذا أفضل تعليم للطفل. يعني نحن ما راح ننادي بالمثالية، كلياتنا عنا أخطاء، لكن نعترف بالخطأ أمام الولد أنه أنا عبرت طريقة غلط، أو الماما اللي جنبه قالت له إياك لا تقول هذه الكلمات. فالأب بيراجع أمامه، يعملوا درس مسرحية قدام الولد أنه أنا والله غلطت وهيك طريقة التعبير الصح. فالولد بيلقط الطريقة الصح بطريقة بسيطة وسهلة وممكن يعيدها بالمستقبل ويكررها مع زملاء وإخوانه بالبيت. فإذا خير مثال للتوجيه هو الوالدين، ثم نشوف الولد أثناء تعبيره غضب ونراقبه من غير ما نكبته، من غير ما نضربه، من غير ما نشتمه، من صرخ عليه. يعني أحيانا الأمهات بيغلطوا، لما يشوفوا الغضبان بيغضبوا هنا أكتر، هو بيغضب وهي بتغضب، هو بيعلي وهي بتعلي، لوين بدهم يوصلوا ما بعرف، بيسمعوا الجيران بيمشي الحال. اللي بدنا إياه أنه الولد لما يغضب ويعلي صوته اسكتي. نعم. وانتظري وطلع عليه تلك التطليع على أنه أنا شايفاك. شوي شوي بيدرك الولد أنه أنا رحت على منطقة الغلط، وإذا رفعتي صوتك معناته هو حيعلي أكتر، حتاخذيه لمكان تاني. ارجعي أناري، وطي صوتك أنت واحكي معه بهدوء، أنا سامحتك، ليه عم تصرخ؟ أنا بعرف شو بدك، أنت غضبان؟ أنا فاهمة أنك غضبان. شو رأيك نعمل طريقة فلانية بالتنفيس على الغضب؟ شو رأيك نروح على مكان كذا؟ شو رأيك أطعمك هاي بدل هاي؟ يعني ناخذ الغضب بعين الحنيه والرأفه، ما نجيب المصادمه لانه بهي الطريقه حيصطدم معنا ويعلي الغضب اكثر. نعم. طيب خلينا نحكي عن مشاعر الحب، وهي نقطه مهمه جدا خصوصا مع بدايه البلوغ او الدخول لسن المراهقه بيبدا الميل الطبيعي للجنس الاخر سواء عند الشاب او الفتاه. في حال اجوا عند الاب او الام ليعبروا عن هذه المشاعر، كيف نستقبلها ونوجهها بالطريقه الصحيحه؟ انا رح اقول لك يا اسراء عن تجربه شخصيه وان شاء الله المشاهدين يستفيدوا منها. اذكر احد اولادي اللي هو هلا متزوج عنده ولدين، اجل عندي كان صف تاسع. نعم. وقلبه عم يرف، فيقول لي ماما بدي اياكي بموضوع. فانا بيني وبينه كان في يعني مفتوح الباب، قلت له من عيونه بلشت تغزل، قلت في شيء؟ فقلت له شو في ماما؟ قال في موضوع حساس بدي أحكي معك فيه. قلت له تفضل. دخلنا على الغرفة الخاصة، سكرنا الباب. شو الموضوع حبيبي؟ قال لي ماما أنا حبيت. بكل براءة الأطفال، ويعني عمره شيء 13-14 سنة، حبيت يا ماما. يعني طبعا لا نسفته كف ولا عيطت عليه ولا شيء، فتقبلت الموضوع أولا. بعدين قلت له مين ساعدت الحظ حبيبي؟ أنت كبرت لدرجة صرت تحب؟
اوكي معناتها قال ماما خط اخضر فيني احكي معه، فبلش يحكي لي عن صفاته عن كذا، حلوه باينتها مقبوله الى اخره. بالاخير بعد الحديث الطويل قلت له برايك انه انت سنك مناسب الان للزواج؟ فقال لي لا. قلت له طيب شو حتعمل بهاي العواطف؟ قال لي موجوده ما عم بقدر اطفيها. قلت له طيب انت بقيان معها دائما عم تشوفها؟ قال ايه طبعا عم شوفها كل يوم بالدرس. قلت له طيب عم تعبر؟ قال لا ما عم بقدر لانه انا خجلان. فاذا وصلت معه لمرحله من الكلام والاخذ والعطاء لشفت وين وصل بالتعبير عن العواطف. فلما وصل لنقطه لساتها صح اطمنت. طيب اذا الولد وصل لنقطه غلط وعبر ولمس وراح وكذا، فشو اعمل؟ إذا ما بلشتي بالحديث الصريح معه تتفهمي وتشوفي وين رايح ومسارح فأنت خسرانة. فحاولي توصلي معه لآخر خط وترجعي تطولي بالك يعني. جدا يعني هاي نحن عصر السرعة اللي عايشينه عم يحسسنا دايما أنه نحن ملاحقين ويلا على النتر ويلا الحقي ومسكي قبل ما يهرب منك. والتحديات أمهات عم يتصلوا فيني بحالة هلع، أولادي عم يروحوا مني، ابني ما عم يصلي، بنتي ما عرف شو. طيب طولي بالك ما بتتاكل الدنيا بلقمة واحدة، شوي شوي. فنحن حناخد الأولاد بالعين الرحيمة ونستمع إليهم. الإصغاء جدا مهم أحبابي، يعني نحن ما بنسمع غير لما بنصغي. لما واحد عم يسمع وعينين زيغف في غير مكان أو عم يطلع بالموبايل عم يسمع نو. بدك تحطي عينك بعينه، عينك بعينه، وتفرجيها أنه أنت معه وتعيدي تكرري الكلام تبع أنه أنت هيك قصدك، انه هيك كذا. فهذا الهدوء وهي السكينه محتاجين الاولاد جدا لحتى يفتحوا الابواب ويتكلموا ويعبروا ويطمنوا انه في حدا موجود بحياتهم عم يستطيع انه يفهم مشاعره. جميل يعني حقيقه كفيتي وفاتي استاذه نوره بالشرح، شكرا جزيلا لك على الحديث في هذا الموضوع. اهلا وسهلا.